بالمقابل قد تقلب تبحث عما يروي ظمأك كمسلم في باب الإعلام، وأنت تقرأ قول الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، والكل يدندن حول هذه الآية ويقول أن الإسلام منهج حياة، وهو منهج شمولي رباني المصدر صحيح لكنه شمولي على مستوى مناحي الحياة. إذن منطقيا إذا قلبت في القنوات التلفزية وفي الإذاعات المسموعة وفي مجال الصحافة المكتوبة، المنطقي لأمة المليار ونصف المليار أن أجد مزاحمة قوية على مستوى الإعلام، لأن الكل يتشدق بأن الإسلام إنما هو دين يعني يشمل جميع مناحي الحياة. ونحن نرى الآن أن القوة الضاربة على مستوى جميع مناحي الحياة هي قوة الإعلام، قوة الدراما، قوة المسلسلات. عدد كبير من بناتنا صارت يعني احنا كنتكلموا على بناتنا المحجمات الملتزمات المستقيمات، الله يتقبل، واحد العدد كبير فقنا في العشاء، نعسنا نمنا ليلا استيقظنا صباحا فاذا بنا نجد ان الاغلبيه من بناتنا صرنا تتبعنا موضه شد يعني الخمار على الطريقه التركيه. ما كنقولش لك صحيحة ما صحيحاش، هذا لا يهمني في شيء، لا من قريب ولا من بعيد، دير حتى طريقة الإسكيمو، المهم أن يكون شروط الحجاب تكون شروط صحيحة واضحة موافقة للشرع، المهم عندش نموذج. أنا كنقول ما الذي يجعل امرأة مغربية مسلمة لها خصوصيتها تشد يعني خيارها بطريقة امرأة من قارة أخرى في دولة أخرى لها خلفيتها الأخرى. أنا ما كنقولش أنا واحد نهار لبسات هكذا ونهار آخر لبسات لبسة أخرى ونهار آخر لبسات لبسة أخرى، أنا ما عنديش هذا الغرض. أنا الغرض عندي هو هذاك الموجة التي اجتاحت. كيف القضية مثلا الفساتين نفس المسألة، ملي غنجيو نقلبوا غنلقاو تأثير دراما شي نام أبينا. القضية ما عندهاش علاقة بأردوغان ملي تيوقف وكذا، أردوغان ما دايرش فلان، ما تكون واضح، ما تقول حق الله ضرب بحال لا 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 لا. والشباب اللي متعطرين بأردوغان ما كيلبسوش كوستيم، باش تكونوا واضحين. إذا القضية قضية دراما، إذا المسلسلات أثرت في الناس، ما نقولوش راه أثر فيهم المسلسل مثلا العلماني بإيديولوجيته ولا كذا، هذا لا أحكم على أحد، نتعامل معه وديك ساحكم عليه، لكن على الأقل على مستوى الظاهر أين أنت؟